سيادة الوزير، تحب حضرتك تقول إيه لأبنائك الطلبة والطالبات في بداية امتحانات الثانوية العامة؟ أولاً أنا أحب أطمن أبنائي الطلبة والطالبات. ثانياً الامتحان في مستوى الطالب الضعيف. ثالثاً إن شاء الله نسبة النجاح هذا العام سوف تتعدى 80%، وإحنا عاملين حسابنا في جميع اللجان وأمام جميع المدارس ووقوف عربيات إسعاف للمساعدة في بعض حالات الإهمال وبعض حالات الانهيار العصبي. يلا يا نجيبة عشان الفضاء. إن قوام الوحدة العنصرية ووحدة الموضوع ووحدة الشعوب وتسلسل الفكر والصور بحيث تؤدي كل فكرة أو صورة وصفاتها الحيوية في بناء التجربة. تمام، وبعدين؟ يلا يا حبيبتي بقى للمتحف فاضل نص ساعة. وتساعد؟ أيوه، على إيه؟ على إيه؟ يا أختي وطل عليك كده متولي زلقة البيت. وعد تسميع دلوقتي. وتساعد على النمو الإبداعي الفني. ربنا يسهل لك يا بنتي، سهلي واكتماله فيها. الله اكبر الله اكبر، ربنا يحفظك يا بنتي. شوفيتم يا حبيبتي. رقم الايداع 2008 5233 صفحه، عدد الملازم 39 ملزمه، الورق 70 جرام. تمام، ربنا يحميكي، ربنا يخليك لمصر ويخلي مصر ليكي. يا نجيب يا بنت بتقولي ايه؟ هتشحت على البنت ولا ايه؟ اسكتي يا فويه، البنت سمعت لي كتاب اللغه العربيه كله، ما نسيتش حرف واحد. بنت عبقريه يا ناس، فلته من فلتات الزمن. يا اخويا هي الفلته دي ما نامتش من ليله امبارح. انام بس ازاي يا ماما؟ انت مش سامعه شين وهي بتقول والامتحان ما ينامش غير البليد. شيرين ايه ده؟ محمد قنديل. يا قنديلك يا فويه. شاديه انت راخر. شادية؟ معلش، أصل أنا مش مركزة غير في المنهج. أنا أسفة يا خالتي. خالتك؟ ده نمك يا دنايا. بتولي أنا خايفة على البيت يا أخويا. البيت مش فاكراني يا بتولي. أنا مش عايزها تفتكر غير ده ولا تحفظ غير ده. بالك يا فوقية، امبارح وأنا بقدم لها كوباية الشاي قالت لي متشكرين قوي يا محمود. قلت يا واد متولي ما تلخبطهاش ومشيها محمود، بس المهم النتيجة. أصلها كان بتحفظ محمود سامي البارودي. مش محمود سامي ده اللي كان جارنا في المانيال؟ مانيال يا جهلة، محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي شاعر مصري من أصل شركسي. الله أكبر. يلا يا فلتة. مانيال يا جهلة. We'll be right back.
بتعملي ايه عندك؟ بقولك يا ماما، هي الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ولا بين القطاع الخاص والدولة؟ وانتي يا أختي كل يوم هتقعدي فرشلي فرشة الكتب دي؟ يا ماما أنا براجع براجع. تراجع إيه يا أختي؟ ده الامتحانات خلصت والنتيجة قربت تطلع. وترد على التليفون يا غوية. يا بنت عاشوف بنتك الله يلعن الثانوية العامة هتبقى داخلة. الله يلعنك أنتِ، إنما بنت ربنا يحفظها جت في البلد تتجوز. ألو ألو أيوه أيوه أنا متولي الخولي. ايه؟ اه؟ مين معايا؟ مين؟ كلام وزير التربية والتعليم شخصيا؟ ايوه سعادتك، نجيبة بنتي؟ مالها نجيبة بنتي؟ ايه؟ طلعت الأولى أصلوا هنا يا معلمة؟ لا 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 كام؟ لا 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 بس لا لا بنتي الله يبارك فيك يا حبيبي ومتشكرين قوي. حكم بنت طلعت الاولى في جميع المراحل التعليميه، يعني كده بقت هاتريك هاتريك في مصر التربيه. حاسس كده بقى ايه ده؟ 100 جنيه حساب السائع. ده انت اللي سائع. 100 جنيه يا هلا الله، ده انا فاكرك بتحييني. ليه هو انا اعرفك؟ طب لما تعرفنيش ايه اللي جابك عندي يا جزمه؟ يا اوعى ما تزرجنش، توكل على الله. ألف مبروك يا سعر ست النظرة. بسرعة بسرعة أنا هموت يا أختي، بعد الشر عليكي. هموت من الفرحة يا أختي. اسم الله أمنا عروستنا فيها عشان أبارك لها. بنتي فين يا نسوان؟ شوفي يا نجيبة يا حبيبتي، أنت بكرة الصبح إن شاء الله هتطلعي بصباح الخير يا مصر، ومعالي وزير التربية والتعليم شخصياً هيتصل بيكي على الهواء مباشرة. ما هو لسه قافل معايا من شوية. هي صورة ايه؟ صباح الخير يا مصر. ده البرنامج اللي بيطلع في التلفزيون كل يوم الصبح. برنامج ايه؟ لا مؤاخذة ست النظرة، اصل بنت نجيبة ما بتشوفش التلفزيون خالص عشان بتركز في مذاكرتها. بسم الله ما شاء الله. هو برنامج يعني هيسألوك اسئلة وانت ترد عليها. شفوي ولا تحريري؟ لا شفوي ولا تحريري، ده مجرد اسئلة كده عامة، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرك وتجاوبي عليه. اسئله في المنهج يا حبيبتي؟ مش في المنهج ولا حاجه، دي معلومات عامه كده. بس الحاجات دي انا ما خدتهاش، وما ينفعش امتحن في حاجه انا ما ذاكرتهاش يا ابله. مش امتحان، مش امتحان يا نجيبه، دي قاعده زي اللي احنا قاعدينها كده بس ما فيهاش الناس دي، وهيسالوك كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي واجاوب عليه ازاي يا ابله. اسمعي يا نجيبه بنتي، فاكره كراسات الوزاره بتاعت زمان بتاعتي؟ فاكرة النصايح والإرشادات اللي مكتوبة في ظهرها؟ هي دي. ايه؟ ده حافظها سما يا بابا. خلاص، يبقى هو ده بالظبط اللي هتقوليه في البرنامج. ايه؟ مالكم مكتوبين كده ليه؟ انت مالك يا عم؟ في حاجة؟ الله، ما تقوم يا فوية، قومي شغالي حاجة نسمعها وهيصه وصدقها. مشاهدينا الكرام، معادنا دلوقتي مع فقرة مهمة جدا. الحقيقة أنا سعيدة أني موجودة مع ضيفتنا وضيفتكم النهاردة، نجيبة متولي الخولي الأولى على الثانوية العامة. نجيبة حصلت على 101%.
برحب بحضراتكم، واسمحوا لي اصبح على الاستاذ متولي الخولي والد نجيبه. اهلا بيك. ونجيبه طبعا منورانا في استوديو صباح الخير. ابتدي كلامي. انا اشكرك على المقدمه الجميله دي. طبعا والاستاذه صباح نظره مدرسه بين السرايات الثانويه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك نجيبه. الحقيقه في بدايه كلامي يعني انت ما طلعتيش الاولى على المدرسه ولا على المنطقه ولا حتى على المحافظه، انت الاولى على الجمهوريه. ويمكن معلوماتنا بتقول انك انت كنت الاولى في المرحله الابتدائيه والاولى كمان في المرحله الاعداديه، وقررتي ده في الثانويه العامه. عايز اعرف منك قدرتي تعملي ده ازاي؟ العلم هو الوسيله الوحيده التي يرتفع بها الانسان الى مراتب كرامه وشرف. مظبوط. وايه كمان يا نجيبه؟ التدخين يدمر الصحه وبدد المال. اغسل يداك قبل الاكل وبعده، تعمل على نفسك من الامراض المعديه. شفتوا؟ حطت ايدها على نقطتين هامتين جدا وفي غاية الخطورة، التدخين وغسيل اليدين، لان العقل السليم في الجسم السليم. بنتي نجيبة طول عمرها نجيبة، اسم على مسمى. بنتي بسلام. دي بقى سيدي نجيبة متولي الاولى على الثانوية العامة، عمرها ما خدت درس خصوص ولا استعانت بكتب خارجية. طب وبتلاقي وقت يا نجيبة تتفرجي على تلفزيون؟ ايه احلى حاجة بتحبيها في التلفزيون؟ قنوات النيل التعليمية ما اتفرجش غير عليها. طب مين نجمك المفضل؟ الأستاذ عبد السلام حسين بسيوني، مدرس الجيولوجيا اللي بيطلع يوم الأحد والثلاث الساعة 5:10 على المتخصصة. يعني نفهم من كلامك يا نجيبة إنك مالكيش أي نشاطات، ما عندكيش أي هوايات خاصة بيكي؟ نعم. مبروك يا نجيبة مرة تانية، وبنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في حياتك وتحققي كل أحلامك. بس في حاجة بس ناقصة لسه عايزة أقولها. طب اتفضلي يا نجيبه، بس يا ريت بسرعه لان وقت فقرتنا انتهى وده ميعاد النشر. من دعائم الديمقراطيه ان تعبر عن ارائك بحريه تامه ولا تتدخل فيما لا يعنيك. متشكرين يا نجيبه. عايزه تقولي حاجه تاني؟ لا كده خلاص، الارشادات كلها خلصت. طب بس قبل ما نختم بقى عايزين نعرف انت ناويه تدخلي كليه ايه؟ الاثار. اثار؟ وش معنى كليه الاثار يا نجيبه؟ ايوه يا سوزي، المحروس ابنك اتنيل وسقط تاني، هعمل ايه؟ انا غولي بغولبي معاه خلاص. طب اعمل ايه بقى؟ مدرسين وجبت له الامتحانات، حتى سربناها له اللي انا دافع فيها دم قلبي. يتنايل يسقط تاني ليه؟ هو جنبك؟ هاتيه اكلمه. ايوه وائل يا حبيبي. يا حبيبي ما تزعلش، خلاص تعوضها السنه الجايه ان شاء الله، بس تركز كويس قوي عشان تجيب نتيجه كويسه. بقول لك ايه، خد عربيتك بقى كده واصحابك وروحوا على الساحل الشمالي وهياصوا واتبسطوا على الاخر، وانا هبقى اجي لك في الويك اند ان شاء الله. يلا يا حبيبي، باي، مع السلامه. كان الله في عونك يا حلمي بيه. نهايته، خلينا في شغلنا. انت شايف ايه بقى؟ انا شايف ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نخفض 15% من عماله المصنع، والا هنكشف ومش هنقدر نسدد لهم رواتب. طب ما تمشي انت عاوز تمشيه، وانا قلت لك لا. بس سيادتك لازم تمضي القرار. وماله؟ ست ساعات الباشا من فرحتي والله. الصعوبان عندك بنتي نجحت في الثانويه العامه، دي جابت 101% وطلعت الاولى. الاولى بس الأولى. بس اهو يا رب. قرار مجلس الاداره. قرار السيد رئيس مجلس الاداره رقم 27 لعام 2009، قررنا الاستغناء عن الاتي اسمائهم نظرا لعدم حاجه العمل اليهم، وهم مصطفى زيدان، محمد بركات، محمد ابو رواش، عزت منسي، علاء نبيل، عاطف بدوي، مصطفى طنطاوي، جمال الفلاح، حسين المناديل، سيد سلام، متولي الخولي، ايمن ابو علي، سيد الريس، باسم حسن، حسين الرزاز. وقد انجب رمسيس الثاني 111 ولد، اسمائهم كالتالي: خا ام وست، ميرنا بتاح. يا بنتي بتذاكر في ايه؟ هي الكليه يا اخويا لسه دخلت. دي كتب كليه الاثار بتاعت سنه اولى، كانوا بيتباعوا على الرصيف، قلت تتسلى فيهم لحد ما تخش الجامعه. وقد انجب ابن حطب الثالث 140 ولدا وبنتا. انجب هو ايه؟ و140 عيل؟ هو سيئة من حطب ده كان بيصرف على العيال دول كلهم منين بس؟ الاهرامات والمعابد يا بابا كانت مشاريع قوميه للقضاء على البطاله في مصر القديمه. طب وفي مصر الحديثه؟ احنا لا بنعمل اهرامات ولا بنعمل معابد ولا بنعمل حاجه خالص. نعمل ايه دلوقتي يا متولي؟
بنتي اخويا ما عندهاش هدوم تروح بيها الكليه، ولا احنا معانا فلوس ندفع لها المصاريف، ولا نجيب لها اي حاجه، ولبس المدرسه كان لاممها، هنعمل ايه دلوقتي بقى في الكليه؟ اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. نعم حضرتك، انا جاي اشتغل سكرتيره على حسب الاعلان نشرته في الجورنال بتاريخ 14/7/2009، وكل المواصفات تنطبق عليا. بالراحه بس، واحده واحده عشان انا مش فاهم حاجه. انت مؤهلاتك ايه؟ دبلوم تجاره؟ لا حضرتك، انا اولى على الثانويه العامه 101%. كل واحد ده جبتيه منين؟ مش عارفه. الو، اهلا وسهلا يا فندم. عايز سمعت اللي انتوا عايزين سكرتيره فعلا؟ طبعا تربين سكرتيره، ومبروك علينا فندم. بجد؟ بجد بجد، انا سو هابي، انا سو هابي. مستر ايه بقى؟ مستر اسماعيل. ميرسي مستر اسماعيل، ربنا يخليك بجد، انا فرحانه قوي. حضرتك الوظيفه اللي انت جايه عشانها انشغلت خلاص. اهلا وسهلا. ليه حضرتك، هي جايبه كام في الميه؟ هي جايبه يا واحد بس. مرسي يا مستر، خالص بجد انا مش مصدقه، انا سوهابي بجد بجد. وانا كلنا سوهابي، الشركه كلها سوهابي. انا نجيبه متولي الخولي، الاولى على الثانويه العامه، وعده اشتغل الاولى على الثانويه العامه. ويا ترى عندك فكره عن طبيعه عملنا؟ انا حافظه المنيو سم، دينر بوكس، وجبات عائليه، اصناف جانبيه، حلويات. انا عندي هنا كل المؤهلات. شايفه اللي هناك ده؟ بكالوريوس هندسه. الكاشير ده بكالوريوس تجاره. حتى بتوع الدليفري صنص اداب وبكالوريوس علوم. الثانويه العامه بتاعتك دي ما تاكلش عيش. تشتغل ازاي في المدرسه يا نجيب؟ والكليه اللي هتدخليها؟ لما يكون عندي محاضرات الصبح في الكلية أبقى أجي الفترة المسائية. مش عارفة يا نجيب هتركزي إزاي؟ والله يا أبلة صباح أنا هركز، أنا خلاص قربت أخلص منهج أولى آثار، أنتِ مش واثقة فيا؟ أنا فعلاً محتاجاكي معايا، عندي نقص بقى في مدرسين الابتدائي. هجيب لك السلسلة من الوزير وتشتغلي معانا بالقطعة، وتاخدي على كل حصة 4 جنيه. ربنا يخليكي يا أبلة صباح. بس لازم تعرفي حاجة مهمة أوي، ده هيبقى مجرد اختبار. فاهم ولا لا؟ وان شاء الله لو نجحت فيه هنوديك عقد وتبقي معانا على طول. انا هخليهم لك زي البربنت، هخليهم ياكلوا المناهج اكل. لازم تعرفي انك انت هتدرسي الفصل 6 رابع، عيال زفت وقطران ما يعرفوش يكتبوا حتى اسمهم، كل مدرسين المدرسه فشلوا معاهم. سيبهم لنا بس. الكتاب يبقى قدام عينك ليل نهار وانت بتاكلي.
وانت بتنامي وانت قاعده على الكبانيه بتعملي بيبي. بتعملي ايه؟ بيبي. والكلام ده مش ليها لوحدها، ده ليكوا كلكوا. ها شفتك النهارده وانت بتدرسي الاولاد في الفصل، ما شاء الله بقوا حاجه تانية خالص. ميرسي يا قبله صباح. بقول لك ايه، روحي بقى يلا عشان تقبض المرتب. قبل نجيبه متولي. انت الشهر ده درستي 170 حصه، الحصه ب4 جنيه يبقى 680 جنيه. هنحسب منهم 20 جنيه ضريبة مبيعات يفضل شوية دول. الله يبارك لك ويبارك لنا معاكي يا نجيبة. السلام عليكم. سلام والرحمة. بابا. ازيك يا بابا؟ الحمد لله انا كويس يا حبيبتي، انت تمام؟ الحمد لله. بابا انا قبضت مرتبي النهارده. مبروك يا حبيبتي. وانا قصرت في حاجه يا نجيبه؟ يا بنتي مستوره والحمد لله. عادي يعني يا بابا، ما انا وانت واحد. خلي فلوسك دي ليكي، وعلى فكره انا سايب مع امك قرشين عشان تنزلي انت وهي النهارده تشتروا هدمتين حلوين كده للجامعه. يلا حبيبتي. ماما الله، تيجي ندخل نجيب كتاب من دول. كتاب ايه يا نجيبه؟ تعالي نشوف الهدوم. الله حلوه. لا يا ماما. حلو ايه يا نجيبه؟ شبه هدوم المدرسه. النبي يا ماما حلو قوي، حلو قوي. النبي يا ماما عايزه ده. حاضر يا حبيبتي. ما طيب خلاص تعالي. والله وعشت وشفتك يا نجيبه يا حبيبتي في الجامعه يا ضنايا. بسم الله ما شاء الله، مبروك عليك يا فلته، تعيشي وتدوبيهم في عرق العافيه يا بنتي. بقول لك يا نجيبه، انا عايزك في كلمتين. حاضر يا بابا. نجيبه، شايفه القبه دي؟ من وانت في الحضانة وانا بشاور لك عليها، دي قبة الجامعة. انا ما يهمنيش خالص انك تاخد الليسانس او انك تتعيني معيدة ولا استاذة، دي حاجات مفروغ منها، وانا واثق انك تقدري تعمليها بصباع رجلك الصغير. انما اللي يهمني ويعنيني فعلا انك تبقي رئيسة القبة دي، رئيسة الجامعة كلها. عشان كده انا جيبها، أنا عايزك تركزي في القبة. نجيبة، ركزي في القبة. حاضر يا بابا، هركز في القبة. أنا واثق يا حبيبتي إنك هتركزي في القبة. يلا يا ضنايا. نجيبة اما دينك السندوتشات دادي وجبنا نستو. ايوه كده الجيبه هتاكل منك حته يا لاركوتي. حلوه قوي قوي. باي باي يا ماما. مع السلامه يا ضنايا. نجيبه بقول لك ايه، بلا قبه بلا نيله،
انت رايحه الجامعه عايزاكي كده تستلقطي لك عريس ابن حلال وابن زواج وغني مقرش يا نجيبه يشيلنا من الشقه اللي احنا فيها ضنايا يكون في سنه رابعه عشان اوام اوام ويكون عنده عربيه كده فيها فتيس غرز غرز يا ماما. ايوه عايزه اتفسح في الصحراء يا نجيبه. انت هتقعدي تفكري لي فيها. خدي السندوتشات اهو. سلامه يا دلو. العريس. ركزي في القبة يا نجيبة. ركزي في العريس يا نجيبة. القبة يا فردة. العريس يا فردة. سنة أولى ولا عسل لسه ما نعرفش بس في كام حتة جامدة عدوا من قدامنا. عرفوا بقى لينا بتثبت في سنة أولى. يو ذا مان. دايما بتكلم من موقع لحد. ايه دي جامد. اوبا ايه بقى؟ سنة شردة ايه؟ لعبة سنة دي قوي كلها كده كلها سنة أولى. اكسكيوز مي انطلق. معلش تقولي فين كليه الاثار؟ انا نبيل الصفتي. هاي. عمده كليه الاثار ومن اهم المؤسسين. هاي انا هنا. شويتي في الكليه بلبل كابورليه. لان عربياتي زي ما انت شايفه كلها كابورليه. اوه كول. ما بتقش عربيات ام السقف دي. صيف شتاء فاتح السقف فاتح. يا جامد. يا بلبل. يا بلبل. يا بلبل. هذا وقد بدأ عصر الأسرار في الدولة المصرية القديمة عام 3200 قبل الميلاد عندما وحد الملك مينا القطرين الشمالي والجنوبي مما كان له أبلغ الأثر على المعتقدات المصرية القديمة. فقد رأى المصريون القدماء في مظاهر الطبيعة العديد من الآلهة وبنوا لها التماثيل العديدة ليتقربوا إليها ويقدموا إليها القرابين. الله، أنت بتكتبي إيه يا بنتي؟ أنا؟ أيوة أنتي. حضرتك بتقوله بس كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب بتاعي. ما أنا حضرتك حافظة كل الكتاب بتاعك صم. تحب أسمعه لك؟ ما شاء الله. أنت اسمك إيه؟ نجيبة متولي خلد. أنت الأولى على الثانوية العامة.
101% يا ابن اللازن يا بيلو، مش قاطع البنت الاوكسل في الدفعه سيب لنا الاشكال دي. انت سافرت كل ما بيت رحت مارينا شرم سيوة. ليتس دو ات. ممكن نطلع امتى؟ شور اني تايم، بس فوق كده شويه نضرب فيلم ميد نايت وبعدين نسافر. اوكي يور سوتش ا نوتي بوي. نجيبة يلا يا نجيبة الحصة هتبتدي. الجرس فضل عليه ربع ساعة. يلا بلاش لكاعة. انتي اصلا ايه ده؟ ده في حاجة جريت بسرعة كده. دي دفعة أولى بس ضايعة السنة دي. دي الأولى على الثانوية العامة يا سيدي. واسمها نجيبة. نجيبة قولوا ورايا. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعية. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعية. والمعالم الحضارية والأثرية. والمعالم الحضارية والأثرية. نعم. يعني إيه معالم حضارية وأثرية؟ انت مالك؟ الكتاب بيقول معالم حضاريه يبقى معالم حضاريه. ها انت حسبتي ده كتاب وزاره يا ابني. كتاب وزاره. الدرس ده يتكتب 20 مره في الكراسه وتيجوا حافظينه صم. سامعين؟ اتفضلي يا حبيبتي. كده بقى 6 جنيه ونص. ازيك يا عم متولي؟ اهلا اهلا يا وسيم. بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. اشوفكم زي نجيبه بنتي يا رب. ما شاء الله الحال ماشي اهو. الحمد لله. والله لولا وقفتك جنبي يا سيد انا كنت لص. المكنه اللي انت بعتها لي دي جت لي نجده من السماء. اقعد اقعد. ها تشرب حاجه؟ لا يا عم متولي انا جاي عشان القسط. قسط ايه؟ مش لما يجي اول الشهر. دي الله اكبر اقول حال ماشي. والست نجيبه كمان بتساعد. نجيبه بتساعد نفسها يا ابني. يا دوبك بتجيب مصاريف الجامعه. الحياه بقت صعبه قوي يا سيد. عايزه لسه ابقى سامي الطلب السرراب عليه. اشمعنى الولاد بس؟ اصل حضرتك عايزه اعمل بحث عن ايه؟ هاني حسين رباع اثار رئيس اتحاد الطلبه وابوه وكيل وزاره وعنده عربيه فيت 128. ايه روح يقلبها توك توك اكسب له. يوسف عبد العاطي رباع اثار عنده عربيه مرسيدس وابوه تم القبض عليه في قضيه مخدرات. خروبي مش سكتنا غيره. ما كده يا ماما خلاص سنه رابعه خلصت. يا بنت دعبش تاني. نبيل صبدي 25 سنه عنده عربيه بورش. اهي بقى. وفي سنه اولى. اوه قاعد في سنه اولى بقاله 25 سنه يا نجيبه. يا ماما بيسقط. ما قلت لك يا بنت مدي ايدك واتي بالرابعه. كلهم مرتبطين في رابعه يا ماما. انا راجعت لسه اسم اسم. وده غني ده يا نجيبه؟ من اغنى اغنياء مصر. ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي. بابا حرامي يا ماما. وانت عرفتي ازاي؟ اصل انا دخلت على النت جبت معلومات عن ابوه. تحب اسمعهولك؟ عبد العزيز الصفدي اتهم في قضيه توظيف الاموال وحكم عليه بالسجن لمده 3 سنين وقضاء في سجن المطرح. بس خلاص خلاص مش قضى المده وخرج لنا بالف سلامه. نبتدي بقى مع بعض صفحه جديده. وده بقى هتتعرفي عليه ازاي؟ ابتسمي له ابتسامة واسعة من بعيد فهذا من شأنه أن يؤثر فيه تأثيرا لحظيا. فإذا لم يلتفت فتعمدي أن ترفع صوتك حتى يسمعك وكأنك تكلمين شخصا آخر. الجو حلو قوي النهاردة. إذا لم يلتفت فلا مفر من الصدام. يجب أن تصطدم به وكأنك غير متعمدة. نظارات كعب كوبايه يا حاجه. وقد نظم احد شعراء عصر رمسيس الثاني قصيده رنانه
تحدث فيها عن أخبار هذه المعركة، ونحن مدينون لهذه النصوص القديمة. أنت إيه اللي بتعمليه ده يا نجيب؟ أنت بتحب الواد نبيل ولا إيه؟ لا أنا ما بحبوش، أنا عايز أقرب منه بس مش أكتر. وفي إحدى الروايات وتقربي منه ليه؟ إشمعنى هو بقى يعني؟ يعني إذا كان هو يعني مش مرتبط أو أنا مش مرتبطة. آه دي أنت داخلة على كبير بقى، الجواز على طول يا مز. دي مرحلة لسه مش هتكلم فيها دلوقتي خالص، عشان إحنا لسه في سنة أولى. تفتكري ياخد الموضوع جد؟ ياخدوش جد ليه؟ ها؟ ياخدوش جد ليه؟ شايفاني بهطل؟ أنا بهطل. يا نجيبة أنت يا اللي بتلغي هناك. أنا؟ أيوة أنت. أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ سوري يا دكتور كنت سرحانة شوية. اتفضلي اقعدي. أنت ما كنتيش سرحانة يا هانم، أنت كنت بترغي مع اللي جنب منك. أه؟ أنت النجيبة اللي جنب منها؟ اتفضلي من فضلك قومي. قولي لي أنا كنت بقول إيه؟ واستطاع رمسيس الثاني أن ينتصر في موقعة قادش، وكانت أول مرة تستخدم فيها العجلات الحربية. آه. أنا صحيح كنت بقول كده. اتفضلي اقعدي. يخرب عقلك، حتى وانتي بتلوكي مركزة؟ بصي قدامك يا نجيبة. يا جماعة أرجوكم نهدى شوية، اتفضلوا استريحوا. الانفعال الزايد مش هيجيب أي نتيجة. يا فتحي بيه ولادنا هيجاوا مننا. دي بنتي ريم من كتر الرعب اللي عايشة فيه بتعمل بيبي على نفسها. بيبي على نفسها؟ لا إلا الحمام. دي كانت لدغة في حرف واحد، دلوقتي لدغة في كل الحروف. علي ابني بقاله 3 أيام ما بينامش، ده مخه هيضيع، نازل حفل النهار، لا بياكل ولا بيشرب. كل ده عملته نجيبة؟ دي بنت صغيرة وما عندهاش أي خبرة في التدريس، إزاي تدوها مسؤولية كبيرة زي دي؟ دي منعاهم من الفسحة ومنعاهم من دخول الحمام. إلا الحمام، المدرسة دي هتتفصل والنظرة كمان هتترفد. أنا لا أسمح في ظل سياسة معالي الوزير الجديد أن يدار أي ولي أمر أو أي طالب. حمام؟ إلا الحمام. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. أبلة أبلة. نعم نعم. بس الدنيا حي وما ياوح بس يا أبلة. الوزارة قالت ايه؟ ها؟ الوزارة قالت ايه؟ قالت المناخ معتدل يبقى معتدل، مش حنفت. المناخ يا بنت؟ معتدل وطياوة. جبت الطياوة دي منين؟ ها؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ اتردع. أي طياوة ايه؟ أي طياوة ايه؟ أستاذة صباح، انتي لما جيتي تعيني البنت اللي اسمها نجيبة اللي كانت طالعة الأولى عشان تدرس، كنتي مدركة أبعاد الموضوع ده؟ طبعاً يا فندم، دي مجتهدة جداً وبتقوم بواجبها على خير وجه. اتفضل عندي في المكتب يا فندم، أنا لما تشرب قهوتك أكون ندهت لها. لا 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 لا، أولياء الأمور عمالين يشتكولي، دي عاملة رعب الأولاد. مش ممكن يا فندم، ده حتى الأولاد يعني من كتر حبهم ليها ما بينزلوش الفسحة. عشان حبساهم منعاهم من دخول الحمام. استحالة يا فندم. أنا لازم أشوف الفصل بتاعها وأعرف هي بتعمل إيه مع الأولاد. الفصل بتاعها فين؟ أهو. كياب. جلوس، جلوس يا أولاد. الأولاد عاملين إيه يا نجيبة؟ بتدرسي لهم إيه؟ دراسات اجتماعية موارد وشخصيات. كملي الدرس. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم، لماذا؟ كلهم يجابوا ولا حد لوحده؟ يعني كلهم عارفين. طب جاوبي انت. لان بها المناطق السياحيه وهي الاماكن التي تتوفر فيها خصائص طبيعيه وبشريه ومعالم حضاريه واثريه. ما شاء الله. برافو برافو. انتوا وصلتوا لغايه فين في المنهج؟ حضرتك احنا الاسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنه هتعملوا فيها ايه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس كويس. نجيبه انت ليه بتمنعي الاولاد ان هم يروحوا الحمام؟ انا يا فندم ابدا، في حد يا اولاد عايز يروح الحمام؟ واضح ان هم ما دخلوش الحمام بقالهم سنه، اللي بيخف عليهم شويه النجيب.
سفريه امريكا هتطير مني السنه دي لو سقطت في الترم ده. شرط ابويا ان انجح عشان يخليني اطلع عند خالي في امريكا. عليكوا على نجيبه، هي اللي هتظبطك. وبمناسبه ايه ان شاء الله؟ بمناسبه انها بترسم عليه. تسمع عليا ازاي يعني؟ انا عرفت من لميا صاحبتها انها عايزه تتجوزها. يا نهار اسود، اوصل لنفسك لما نخش عليه. وانا هبص على واحده مجنونه زي دي ازاي؟ اسمع يا بولبي، مش نجيبه دي اسمها بيبدا بحرف النون؟ اه، والبقيه حضرتك بتبدا بحرف النون. اوكي، تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنه واحده وهي تظبط لك الامتحان، وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحه لو طلبت منها اي حاجه، بس انت تسبل لها. اسبل لها ازاي يعني؟ احبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى انت اكيد عديت السنه دي يا معلم، وسافرت امريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. اي اي دي نجيبة؟ حد شاف نجيبة؟ وانت بتسأل عليها ليه؟ ما عادي يعني. في متحف الكلية. اوكي ثانك يو. ايه رايك في المفاجأة دي؟ نبيل! انا شايفك مندمجة مع الكوتش دماغك جامد قوي، مين ده؟ دماغي خفرة. خفرة؟ خفرة؟ انا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. ايه ده؟ انت ازاي في كلية آثار ما تعرفش مالك خفرة بين الهرم الأوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا وقلت لنا في واحدة عاوزة تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الأول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش أي اعتراض، إيه المشكلة؟ أنجح إزاي بس؟ يعني سيبها على ربنا وعليا. تعرف يا نبيل؟ العلم هو الوسيلة الوحيدة الذي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات مفيدة جداً، لازم تحفظها طم. يعني مثلاً لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره ده. هم 10 ارشادات بس، تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي ميرسي. خلاص ارشادات الوزاره يا نجيبه، عايزاه يخطبك. اه هو عايزاه يخطبك. اه، عشان واحد زي نجيب يخطبك لازم تلفتي نظر يا نجيب. اعمل ايه يعني؟ يعني احطوا لي الميك اب عشان يتجوزني؟ ما انا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. اه، خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البره المقرر. كان كلام تاني خالص يا نجيبه. اه، كان قصدنا كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه بكتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس، بس في الحياه لازم تستعيني بحاجات تانيه. Get down to me. 1, 2, 3, I don't even need. I want made it up, freeze, and I'm calling between. Counting 1, 2, 3, beat it.
مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. العسل حلو بس النحل بيقرص. العسل حلو بس النحل بيقرص. اللي يتهور معانا يتعور. اللي يتهور معانا يتعور. زي ما انتوا شايفين درسنا النهارده على البيراميدز، والبيراميدز حاجة ستايل قوي. السياح بيجي من كل أنحاء العالم عشان يشوفوها ويركبوا الكامل والهورس ويعملوا سفاري. يس 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 يس. على فكرة أنا اتخنقت وعايزة أنتخ شوية. ايه ده؟ مين دي؟ دي مرموزيل نجيبة في ثوبها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شوية يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقول لي ما هي أسباب اندلاع الثورة العربية؟ قوم يا مأنتخ قوم. أصل عربي كان معبي شوية من خديوي وتوفيق، ولما اتخنق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عبد الدين وقال له بتفكك مني يا عمد، احنا كلنا ولا التسعة مش هاد البطة السودا، وعليا النعم محد يعممني ولا الوزنة بعد اليوم. نهارك اسود ومنيجن. ايه ده؟ حضرتك قصده لانه زل ولانه استعبد بعد اليوم. انسة نجيبة التزمي بكتاب الوزارة قراضي يا الوز الخديوي. يس يس. ما تصنق شهر. اوكي اوكي. استنيكي بكره عندي في البيت. اوكي انا هاجي عندك البيت بكره. يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس. ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو. باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. هاي دات. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. يا بنتي ايه ده؟ ترعبي فوقية. مين دي؟ صاحبة نجيبة؟ سلام. تشوف يا متولي دي نجيبة نفسها. نجيبة بنتي؟ اه. لا والله. ربنا. نجيبة! انت يا بنت الكلب! يس دات! وانت يا بنت اللي نزلت بالعربية اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس! ومين الواد البسكليت ده اللي وصلك؟ انت في الكلية دات! نعم يا اختي؟ انت مهني ايه؟ زميلة في الكلية دات! وازاي تسمعني زميلك ان هو يوصلك في وقت متأخر زي ده؟ بقول لك ايه يا ميتو؟ كبر الجمجمه فكك من اللبش ده. يس. ايه في الكلام اللبش يعني؟ يعني روق نفسك. اشوفك في بيت العدل يا نجيبه يا بنتي. يا رب اشوفكم بيت الاشواح ان شاء الله. بنت نجيبه انت بنت انطاي يا بنت. كنت فين لغايه دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ انطاي في الديسكو دات. ديسكو؟ ايه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه يركسون يسكرون يرتكبون الرذيلة. الله أكبر. هي وصلت الرذيلة. طب أنا هوريكم الرذيلة. روح يا بنتي. أنا هوريكم الرذيلة. أنا بقول لكم.
ماشي. طب انا واقف لكم هنا بقى، وروني هتخرجوا ازاي، ومش هفك لي من اللبش، ومش هكبر الجمجمه. شهر العسل فين؟ كيوبا أو ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا؟ وممكن جمصة، بيقولوا شاليات هناك جامدة جدا، بس هو الناموس. ناموس؟ نجيبة أنا خايف إن الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. إن شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الأسئلة ها؟ ياه شهور. الإقبالي والاختياري. طبعا. إيه الصوت ده؟ في صوت. ده ينجح التسليم ورا بعض. انا ورقتي بيضه. ثانيه بس، السؤال التالت وخلصوا على طول. ابدا ثانيه، اي حاجه احنا عايزين مقبول بالعافيه. طب اكتب عندك اول سؤال. تعتبر الملكه يا حطب هي الملكه الام للاسره الرابعه. اكتب. مجيده، انا مش فاهم ولا كلمه منك. اديني شكلك كده غصب. بصي مش خلصتي؟ هات الورقه بتاعتك كده. نو. خدي الورقه بتاعتي وجيبي لي فيها تضيع ليه. يلا. أنا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا انت كمان، بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ ايه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناسي يكتب اسمه يكتبه. فاضل 5 دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكرة. الوقت خلص، الوقت خلص.
انا مش قادر اصدق هو اللي حصل ده حصل بجد ولا انا بتهيألي؟ نجيبة الفلتة تسقط ازاي؟ ده اكيد كابوس يا فوقية الاولى على الثانوية العامة تسقط وفي اول ترم. مش ممكن مش ممكن، ده انا مراجع لها الكتاب كله ليلة الامتحان وكانت حافظاها بالحرف وبالكلمة. طب ازاي ده حصل يا ناس؟ ازاي ده حصل؟ تسكت بقى يا متولي، البنت قافلة على نفسها طول النهار، انا خايفة تعمل في روحها حاجة. مبتردش عليا من الصرمة، والله لبتك بالكزمة لما اشوفك. واحد الله يا اخويا بس امان، كلك لقمة وبكرة ربنا يعديك. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ الو؟ جمعنا كلنا النهاردة ده أكبر دليل، مبروك على المدى اللي خدت فيها بتشيل. When you start take what you're waiting up, move your body and never ever rest right. When you see yes you get a send up, when you hear us put your hands up. نون ألف جيم زائد حا، ناجح طاير من الفرحة، ناجح يرفع إيده أعزائي المستمعين، يلا كله يرقص في الشمال ويمين. عشت حياتك عملت لنفسك إيه؟ أسئلة وتقلب يا بختك يا ولد الإيه؟ سامع ليا، يلا كله يركز خلي ودن على الاغنية، يلا يلا كله فوق مع السقفة، لا 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 مش عايز ايدين واقفة. قاعدين مجمعين في الحفلة مايسين، شباب بنات كلها جنبي، رجوكم الروتين خليكم صحصحين، وللمزيكا دايما سامعين. ترزيع تخبيط تنطيط على البيت. نجيبة اهلا نجيبة. مبروك يا ابو الكباتن، مش كنت تعزمنا؟ معلش نجيبة، اصل I was very busy. انت ما تردش على تليفونك ليه؟ بقالك 10 ايام مختفي. أصل إيه؟ قصدك قلة الأصل. نجيبة أرجوكي، أنا بتكلم معاكي بعدين وأشرح لك كل حاجة، أوكي؟ تشرح لي؟ أنت صدقت إن أنت طلعت الأول ولا إيه؟ حضرتك جاي إمتى إن شاء الله؟ أجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي، عشان تخطبني، مش ده كان اتفاقنا؟ ها طبعًا، أوف كورس نجيبة، أوف كورس، أوف كورس، منورة. هاي نجيبة، بيبي أنا زعلت أوي لما عرفت إنك سقطتي السنة دي، هارد لك. No problem, you can do it. No problem. أهم حاجة بس النبيل إن هو نجح وطلع الأول. Definitely, baby. Oh my God, حرام. أنتِ ما تعرفيش إن أنا ونبيل اتخطبنا؟ إيه؟ إيه يا بيلا، أنتِ ما قلتلهاش ولا إيه؟ لا. أصل أنت سافل وواطي وحقير وأنا هطلع عين أهلك. Oh my God, sorry يا بيلا، أصل هي طلعت بيئة طحن. أوه، أنا بيئة. أنا بقى هوريكم البيئة. يس! خالد ابو سيف المنسق العام لحركه خنقتونا. ها خنقتونا يا باشا. انت بتقول ايه يا كابتن؟
لا خنقتونا مش سعادتك. لا لا ابدا خنقتونا ده اسم الحركه. اسم الحركه؟ وعايز ايه بقى يا عم الحركه؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهره. لا يا راجل. ايوه. طب ما تقول كده من الصبح. ايوه. تصريح عادي يعني تمشي في الشارع. ايوه. ومظاهره. مظاهره طبعا. وتهتف. نهتف طبعا. والناس تمشي وراك. لما بقى. عشان تبقى في السليم يعني. يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنه. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبه للحركه اقف هناك يلا. خلاص بالنسبه قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك اتفضلوا اما تشوف اخرتها معاكم. تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا. دول خناقه يا فندم. كانوا سكرانين سكر بين يا باشا. فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروا حتت. يا اهلا وسهلا. هاي هاي يا حلو قوي. لما انتوا طلبه جامعه ومستوى هاي ايه اللي يخليكم تعملوا في بعض كده؟ عاملين لي فيها بلطجيه بالذمه؟ ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده سبتوا ايه للصيع والمتشردين بتوع الحواري؟ نو بتاع الحواري انضف مني من سيادة الضابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجة هانا. نو 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 نجيبة متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى انت هانا ولا متولي ولا الخولي. انت نجيبة متولي الخولي؟ يا yeah. الاولى على الثانوية العامة؟ يس 101%. يس لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت وانت المتحدث الرسمي باسمها؟ يا باشا دي نبغى من نوابغ مصر. دي دي دي, دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره بتوع ايدك يالا؟ يا باشا احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ يس. ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل شعر الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاثنين في خلف الاسوار. اقف يلا كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا yeah. لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا انت دي على الحبس. بالنسبه لخناقتونا بقى يا عم الخنقه. أيوة. انا احطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. بس حضرتك اخلص. هاي الا هاي 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 يا حبيبتي. تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ ثانكس. بقول لك سيبك منها دي سانكس ومانكس. سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي انا قلت له ما نطلعش المقطم. المقطم بقى لبش والحكومه هرشته ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه وبعدين ما تقلقيش ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام يعني ما فيهاش اللي تقدر. لا ده انت كبيرك 3 اشهر وتطلعي ولو قلت لي النيابه حنين هيديكي شهر بس. وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربيه؟ ايه هي العربيه جديده وبيزفرها؟ عاملين اللي فيها فتوات؟ ده انتوا ليلتكم قصاده. هتبقوا في الحبس لحد الصبح وهتلبسوا كرمشات كلكم وهتتعرضوا على النيابه. مقصاكم ايه؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. معقول يا فندم سعاده الباشا الكبير بيكلمني انا في التليفون شخصيا؟ دي فرصه سعيده جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. تحت امر معاليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي. مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل 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 يا بلبل تعالى هنا يا حبيبي تعالى. لا يا فندم تحت امر معاليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجه بسيطه والله يا فندم. ما نعرف ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا. تحت امر معاليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي مش تقول يا عم كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي. افندم صلاح باشا نقي لي انضف بوكس عندك في القسم وخد البهوات توصلهم لحد البيت وتاكد انهم طلعوا السلم. انضف بوكس يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. والله هو حضرتك نسيت نجيبه كانت اولى الثانويه العامه. ايوه نازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر.
اخرس بقى يا عم، خنقتونا. انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ اداب. واو، يعني احنا زملاء. انا اثار. اثار بتحب المناطق الصحراويه اكيد، قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيئه اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ ايه يا مامي؟ ايه يا تيزر؟ ايه يا داجي؟ ايه يا حبيبتي يا بيئه؟ لا، لمي روحك يا عفاف وانتي وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. بس يا حمد، بس يا حمد، نجيبه متولي خوني. افران اوانك ان تحد الحد يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. وريتك تعالى يا بلدي، وريتك تعالى يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. انت يا نجيبه من الطبقات الكادحه. يس، اللي زي حالتنا يعني، اللي لولا مجانيه التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحده عبقريه زيك. للاسف كل حاجه بالفلوس، حتى التعليم. عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي، كل الرموز الحقيقيه في كل المجالات ما بقتش موجوده. صح، انت كلامك صح يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشه، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئه؟ طبعا. ساعتها هنحقق ايه؟ هنحقق ايه؟ هنحقق ايه؟ العداله الاجتماعيه. يس، انا عايزك تسمعي دي ايه؟ مقطوعه شعريه من الهامك انتي، مش من الهامي انا، من وحيك انتي مش من وحي انا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتاء يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطيني. أنا مصري؟ أنا مصري؟ مصري؟ ولا عراقي؟ ولا 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 فلسطين؟ مين دول؟ ما رأيك؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. أنت معايا يا نجيبة؟ شور! يس! عامله ايه؟ عامله ايه؟ فين يا بنت؟ انا مش معاكم، انا مع الطبقات الكادحه، انما انتوا اللي بتشتروا التعليم بالفلوس. انا هناك مع الشعب. نجيبه، ازمه بين المحليات ومدير المدارس بسبب خطه انفلونزا الخنازير. المحبوب لا نرضى باي تجاوز وسنتصدى له. لا في ايه بس؟ بص بقى يا ستي، اقول لك في حاجه فوقيه. ايه متولي مالك يا اخوي؟ انت من يوم ما اترفدت من المصنع وانت بقيت اوت اوف فورم. ايه اوت اوف فورم دي؟ اوعى الكوفيه عشان الخنازير. يعني لياقتك الفنيه ايه؟ الملعب ما وحشكش؟ لا طبعا وحشني قوي يا حبيبتي، بس للاسف مش هقدر العب النهارده، اصل عندي شد في العضله الخلفيه. يا عضله، يا خلفيه. الإصابة دي بتطول يا كابتن، وجمهورك له حق عليك. ولا إيه؟ خدت كارت أحمر من المصنع ومن البيت كمان. وأنا لما كنت في الشغل يا فوقية قصرت في أي حاجة؟ وبعدين بطلع عبط وطي صوتك، البنت بتذاكر. أما هو سمع لها. سمع لنا الأول. سمع لنا الرعد في ودانك يا بعيدة. أنت مولية ما عندكيش ريحة الزنس، بقول لك شد في الخلفية. ألو. ألو. أيوة يا نجيبة. أيوة يا خالد. قريت الكتب اللي انا جبتها لك؟ انا بقرا اخر كتاب اهو. فهمتيهم؟ حفظتهم صم. طب ما تنسيش تجيبهم لي معاكي. انا عمري ما بنسى حاجه. طيب يلا اشوفك بكره. سلام. وكان لليسار دائما دوره في مهاجمه المؤامرات الاستعماريه ونشر الوعي الجديد بين الجماهير ورفع رايه المقاومه. يا
ينفع كده برضه يا فوية؟ انا حاسس ان خنازير البلد كلها بتعضعض في جدتي. يا ولية اهدي شوية عشان البنت تعرف تركز. انا مش عايزة البنت تركز، انا عايزك انت اللي تركز يا متولي. البنت بسم الله ما شاء الله شاطرة وبتنجح، عايزك انت كمان تنجح زيها يا متولي. طيب ماشي، طب اهدي بس. طب سمين حاضر تعالي قربي كمان. استريحتي؟ ايه يا عم ده؟ بسخن، وفي لعيب بينزل الملعب من غير ما يسخن؟ ايه متولي انت بينك طالع لبنتك يا راجل، حافظ مش فاهم يا راجل. انت عارف اللي عملته ده؟ تاخد عليه صفر. ليه يا اختي؟ داخل كاس العالم. انت بينك مش هتيجي بالذوق. تعالى يا وليا، تعالى. انت بينك ليلتك مش معديه فوايه. ان العمال والفلاحين هم اصحاب المصلحه الطبيعيه في الاشتراكيه، وهم مفجروا الثوره. بابا تفتح بنت حلال مصفى، جيت في وقت كفرت. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ اسال امي. استر عليا. استر عليا. امي مالها؟ امي مالها؟ هي اللي انت ازاي تقبل بالوضع ده؟ يا بنت ده وضع طبيعي وعادي، ما فيهاش حاجه، بكره تكبر وتعرف. يا بابا ازاي يرفضوك من المصنع وما تقومش بثوره؟ ثورة. ثورة ايه اللي هقوم بيها؟ ثورة ايه؟ وقادر يتحرك من مكانه ده؟ خلاص سلم نمر. فوية انا بقول لك قدام بنتك اهو، موتي وسمي الكلام اللي بيعمل معنى ايه. الاهرامات، هنا عند سفح الاهرامات مات الاف العمال المصريين الكادحين، لان مصر الفرعونية كانت دولة رأسمالية يتحكم فيها الاغنياء الأغلبية الساحقة من الفقراء والمهمشين، حتى لا نلقى نفس المصير. لازم نعترض، لازم نقول لا. الحرية، الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية، الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية، الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. صعبان عليا الناس، قلبي وكلني عشان تخلف وفقر وجهل وبطالة ومرض وقهره. قهره يا دين، مفيش غير حل واحد، اشتراكية. اركبي 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 يا نجيبة. يلا اركب. فين اركب؟ في العربية دي. اه هي دي عربيتك؟ اه عربيتي. ايه رأيك؟ هو انت يا ساري ولا اشتراكي ولا رأس مالي؟ عند الكادحين يا نجيبة. انت متكادحين؟ عندك العربية دي وتبقى متكادحين؟ الله أكبر، الله أكبر يا نجيبة، في إيه؟ السم في اللسان، اركبي يلا. أنت بتشتغل إيه بقى؟ أنا المستشار الإعلامي لحزب العمال فاقدين الأمل، والمنسق العام لحركة خناتونة. خناتونة؟ آه، ورئيس لجنة حق تقرير المصير. ده غير ان انا عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الفلاحين. ايه ده؟ يا تران يا اولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ يا حيوان يا ابن الجزمة، ايه ماشي من اوضه النوم على الحمام؟ ايه يعني ما نعديش؟ ده حمار جاري الحمار يا ابن الصرمة. دول بهايم. دول ايه؟ بهايم. بهايم. وبعدين ده حافي. ده ايه؟ حافي. 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 يا حافي. حصل يا حافي. حصل خير، حصل خير. ده غير ان انا وكيل منظمة حقوق الفقراء والجياع، ومراسل صحفي في وكالة دي ام اي، وبكتب عمود اسبوعي في اخبار الغضب. الجواز ده نظام اجتماعي فاشل، رفاهية تكنوقراطية غير مرغوب فيها. يعني ايه اتنين يكونوا بيحبوا بعض ويأيدوا نفسهم باغلال هما في غنى عنها؟ يعني عندك مثال مثلا جامبول بول سارتر ترتر سارتر وسيمون دي بوفوار، الاثنين كانوا بيحبوا بعض وعاشوا حياه سعيده بس من غير جواز. يا سلام. ايه ده؟ يعني انت عايزنا نعيش مع بعض من غير ما نتجوز؟ يا نجيبه، يا نجيبه افهميني، احنا رافضين هذا المجتمع ولا لا؟ رافضين كل قيمه ومبادئه واعرافه ولا لا؟ يبقى ايه يهمنا بقى انه يبارك علاقتنا؟ شراب يا نجيب؟ انا شراب؟ شراب في بقك يا جزمه. اخرسي اخرسي خالص.
احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني لغاية وقفة 6 فبراير المجيدة. وصدقيني لو ما دخلتش السجن اوعدك هنعيش حياة جميلة زي بول وسيمون. بقولك ايه، انت ضروري بكرة، بكرة ضروري جدا تعدي عليا الساعة 8 بالليل. ساكن فين؟ انا هنا جنبك في وسط البلد، جنبك في شارع 5 شارع محمود بسيوني. عايزين نظبط الوقفة. الوقفة؟ وقفة ايه؟ بتاعت فبراير. ايه؟ حتى عايز تستنطق ولا ايه؟ لا لا لا، عايز اطرش. طب روح استفرغ هناك. لا عايز اتقاية. ايه؟ هروح اقع واجي. ايه القرف ده؟ حاضر جاب. مساء الخير. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، جايه في ميعادك مظبوط. اصل انا بقدس المواعيد. عظيم، اتفضلي. معلش ثانيه واحده. ثانيه واحده في ايه؟ اصلا مش جايه لوحدي. نعم. ام سيد رئيسة لجنة المرأة، عبد الباسط زعيم الحركة النوبية. انت مين؟ مغاوري يا رئيسة. مغاوري، أمانة الفلاحين، الأستا غباشي قائد العمال، دول تحالف قوى الشعب العاملة. اي ومين دي؟ دي الحلم، المستقبل. بكرة. بكرة؟ طيب بكرة الوقفة. بس ايه وقعكم محفوظ هو بكرة وقفة العيد. ما هو ايه بس خلاص خالص، بكرة وقفة 6 فبراير. وقفة 6 فبراير اللي هتكون اللحظة الحاسمة في تاريخ الأمة. 6 فبراير هنقول كلمتنا للعالم كله. الكلمة اللي هي ايه؟ خنقتونا. خنقتونا. عفاف بتكلمني كده ليه؟ شوفي يا اختي، تصبح وتقبح، يعني مش فاكره عملت لها ايه المره اللي فاتت يا نجيبه؟ يا عفاف انا متعاطفه معاكوا جدا، انتوا ضحيه مجتمع فاشي. مجتمع ايه يا اختي؟ فاشي. يعني ايه فاشي دي؟ انا عارفه، انما اللي انا عارفاه دلوقتي ان انتوا لازم تنظموا مسيره صامته تعبروا فيها عن رفضكم لتجاهل الدوله ليكم. الله، حلوه قوي المسيره الصامته دي، ما فيهاش كلام، يعني كلها احاسيس ومشاعر، يعني تقفيش. نجيبه متولي الخولي. نعم. انجري قدامي. مش انت يا بنت نجيبه متولي بتاعت الثانويه العامه بتاعت بين السرايات؟ نجيبه متولي الخولي اولى اثار والاولى على الثانويه العامه و101%. طب يا نجيبه، ما انت كويسه اهو، واحنا ما ورناش غير كنجيبه ولا ايه؟ المره اللي فاتت كنت جايه لي مقضيها ياس ونو واو واو، مالك انت بالناس دي؟ ما تخليكي في مذاكرتك. خنقتونا
وانت مالك يا راتب اللي يخنقوك ولا ما يخنقوكيش؟ انت تعملي لي فيها شرعيه؟ انا مش شرعيه، انا يسار معتدل. الله يخرب بيتك بنت، انت انا مش ناقصك، ما تطلعيش العفاريت على اللي في دماغي عليكي. المره اللي فاتت يا عين ماما روحناكي بالبوكس المكيف لحد البيت، المره دي هتروحي بعربيه الترحيلات يا نجيبه، يعني هتروحي السجن ومش هتعرفي تطلعي امتى. انا مقتنع باللي انا عملته، ما يهمنيش ادخل السجن. فرغالي هات الواد اللي عندك ده فرغالي وتعالى. اه باشا. تعالى روح ماما عمل لي فيها زعيم سياسي وبتجند الشباب في المظاهرات. مظاهرات ايه يا باشا؟ انا معرفش اي حاجه من اللي حضرتك بتقولها دي. وبعدين انا كنت في السينما، وخارج من السينما لقيت رجالتك الافاضل قبضوا عليا وجابوني لحضرتك. ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ يعني انت كنت في السينما وما تعرفش الناس دي؟ ولا عمري شفتهم. ايه ده؟ يعني انت بتعرفنيش يا خالد؟ لا لا لا، مش واخد بالي، مش واخد بالي خالص. وبعدين يا فندم ارجوك وضح لي ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهم حاجه خالص. اهدى كده، اهدى شويه واحكي لي بقى الفيلم يا حبيبي. استغفر الله العظيم. تعرف حضرتك انا فيها شيء لله. لان انا كنت هاجم النفس لحضرتك. ليه؟ لان مؤلف الفيلم اللي انا اتفرجت عليه كان بيحاول في الفيلم يشوه صوره رجال الداخليه، وده شيء مرفوض تماما. ليه؟ لان رجال الداخليه هما حراس الوطن، رجال الداخلية هم العين الساهرة على الأمة. أمة يا روح أمك. سامعة يا أبلة صباح؟ وسكتين كل ده ليه؟ قلنا يمكن الولاد مش عارفين بيقولوا إيه، لغاية ما حسن ابني دخل عليا امبارح وقال لي أنت برجوازي متعفن. حسن قال لك أنت برجوازي متعفن؟ أيوه. يا نهار أسود. وريم قالت لي خنقتونا. خنقتونا كمان؟ مش دي الحركة اللي يا نهار اسود يا نهار اسود. يا فتح بيه، الاولاد بيسيبوا المدرسة ويطلعوا في المظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات يا عبلة صباح على اخر الزمن، تنظيم شيوعي في الستة ابتدائي. والله يا فندم الكلام ده فيه مبالغة، احنا عملنا امتحان تجربة لفصل نجيبة والنتيجة طلعت مبهرة. المسألة مش مسألة تعليم يا عبلة صباح، مش عشان ارتقي بالمستوى التعليمي للأولاد اتدنى في المستوى الأخلاقي والسياسي. احنا بنربي أولادنا ليه؟ عشان في الآخر يبقوا حزب وطني. السلام عليكم. وبركاته. ايه يا نجيبه، مش شايفاك يعني بقالك فتره في الكليه. معلش كان عندي شويه مشاكل. ولا يهمك، مش هتحل بمشيئه الله. الحمد لله. ليك عليا يا ستي ان انقل لك كل المحاضرات واجيبها لك لحد عندك. شكرا قوي. نجيبه انا شفت نبيل وهو بياخد ورقه الاجابه بتاعتك وبيكتب عليها اسم. ولا يهمك، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيظهر الحق وهينصفك يا نجيبه. طب خلاص بقى يا نجيبه، مش هنقوم نصلي؟ اه نصلي فين؟ في المسجد، مسجد الكليه. صبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. جامدين؟ جامدين. ربنا يفتح عليكم ويوفقكم ويكتر من امثالكم. النهارده يا اخواني احنا موضوعنا شباب والجامعة. سبحان الله. المرحلة دي ربنا سبحانه وتعالى بيدي طاقة جبارة للإنسان عشان يكون شخصيته ويرسم مستقبله. كلنا طبعا عاوزين
مش تسيسي فتح الرقصة. نذاكر ونصم ونحفظ ليل نهار عشان هدف ده. يا بحكي بنت تتسيب نجيبة يا مرة تغلط لي كده. من الأوائل في طاعة وحب الله سبحانه وتعالى. كلنا بنموت نفسنا في المذاكرة عشان لما الأستاذ يسألنا نقف قدامه ونجاوب ويقول لنا هايل وبرافو، مش كده؟ هنقول ايه يا اخوانا؟ هنقول ايه لما نقف بين ايدين ربنا ويسالنا المولى عز وجل؟ هنقول له ايه؟ هنقول له كنا ملهيين عن ذكرك؟ هنقول له كنا قاعدين بنتشات على الفيسبوك؟ استغفروا الله يا شباب وادعوا معايا يا اخوات. اللهم اني اسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي. آمين آمين آمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد. شوفي يا أختي نجيبة، أنا كده عرفت بالظبط إيه مشكلتك. المشكلة إنك بعيدة عن ربنا. يا أختي نجيبة سبحان الله، إذا كنت قضيتي حياتك كلها تحفظي في مواد أدبية وعلمية هتفيدك في دنيتك وده شيء كويس. مش واجب برضو إنك تتفقهي في دينك، تعرفي حدود الله سبحانه وتعالى. أنا فعلا مقصرة يا أستاذ عامر. إحساس الإنسان إنه مقصر ده أول طريق الهداية. اتفضلي اشربي الأنسون. الكتب دي ومعاها السي دي أنا عاوزك تقريهم كويس، وإذا استعصى عليكي فهم أي حاجة منهم اسأليني. خدي الموقع بتاعي عامر حسان دوت نت واعملي لي اد على الفيسبوك. شكرا يا استاذ عامر. العفو، اي خدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت نصرة. مع السلامه استاذ عامر. نعم. خد بالك ان المنتج عاوز ياجل الدفعه. ياجل ايه؟ ياجل الدفعه. ياجلها ليه؟ هو مش واخد فلوس على قلبه قد كده من الاعلانات؟ مع السلامه في رعايه الله. قول له مفيش حلقه بكره. قول له كمان الشيخ عامر بيقول لك اعطي الاجيره حقه قبل ان يجف عرقه. يلا يلا. النار، من يكذب فهو في النار، من يسرق فهو في النار. درسنا النهارده عن الاهرامات، تلك الابراج المشيده التي بناها الكفار. أولياء الأمور خلاص بقى مالهمش كلمة على عيالهم، عايزين يصعدوا المسألة لمجلس الشعب. المسجد ده المسجد. لا يا فندم، ده الفصل. الفصل ده الفصل. صباح الخير يا ولاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الولاد إيه يا أخت نجيبة؟ الحمد والشكر لله وسبحان الله وتعالى يا أستاذ فتحي. الأولاد بسم الله ما شاء الله، بالرغم من صغر سنهم إلا إن مستواهم يؤهلهم للحصول على الثانوية العامة. وحضرتك تقدر تسألهم. لا تؤاخذيني يا أختي نجيبة، لم آتي إلى هنا لأسألهم في المنهج، بس الحقيقة أهليهم بيشتكوا منهم إنهم بيردوا عليهم بشكل غير لائق. فين حسن محمود العرب؟ أنت أمور. نعم يا أستاذ. إزاي يا ابني تكلم أبوك وتقول له أنت برجوازي متعفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعترف إني كنت مختان ورحت البابا واعتذرت له عما بدر مني وعفى الله عما سلف. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. شفت يا فندم، شفت إنك أنت كنت متجني على الأخت نجيبة. شكرا يا أخت نجيبة، وبإذن الله وإن شاء الله هنصرف لك مكافأة. الأجر والثواب عند الله يا أستاذ. اتفضل يا فندم. قولوا وراي. قولوا وراي. اهلا يا نجيبة. تعالي يا دناي، عندلك البامية اللي انت بتحبيها، حماتك بتحبك. قصدها حماتك هتحبك موت ان شاء الله. يلا فلت يا حبيبتي، يلا بسم الله. ياه، صايمة النهاردة كمان؟ ليه ان شاء الله؟ له اتنين ولا خميس ولا الستة البيض ولا نص رجب ولا طالعة شعبان. يا دناي ده انت اتنقدتي. بكفر عن ذنوبي. ايه الكلام الكبير ده يا بنت؟ انت بنت، ذنوبي ايه اللي بكفر عنها؟ الذنوب اللي انا غرقانه فيها، الحرام اللي محاوتني من كل حته. حرام يا حرمت عليك عيشتك بعيده. التلفزيون ده حرام. ايه يا بنت انت بنت تنزل الحرام ده بيسلينا. الاباجوره دي حرام. الاباجوره يا ضويه. الهاتف ده حرام. احنا بنتكلم ايه؟ الصور دي حرام.
صرصوره يا بنت المجنونه. الثلاجه دي حرام. دي بتسقع. الاكل ده حرام. يا هبل يا بنت الهبل يا بنت علي يا بنت. واللبس ده حرام. مالوا اللبس؟ مالوا لبسنا؟ لا بقى. الا اللبس. ليه يا اختي؟ مالوا لبسنا؟ عمرك شفتيني لابس راجع على ستريتش ولا بنطلون سايط من على الوسط؟ وطول عمرنا بنلبس عادي. ضمك امك ما بتعتمش بره البيت الا وطالعه فوق دماغها. ماله لبسنا ان شاء الله؟ كفايه بقى، انا خايفه عليكم. خايفه علينا من ايه يا بنت انتبهت؟ الله دي محسساني زي ما اكون بوليس الاداب واقف على الباب. خش البس حاجه. ما تتلهي الدور وخلاص هتستعبطي. اسمع انت وهي. ابوك وامك اتقالوا انت وهي؟ انا مش هسيبكم الا لما ربنا يهديكم. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك يا نجيبة. بس لا لا ما تدعيش. ربنا يهديك يا نجيبة يا بنت بتولي. مش كده يا بنت. ربنا يهديك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله بنتك يا بتولي. انت بتقول يا ابن الله. اتلبست. ايه؟ اتلبست. اتلبست. ما انت اللي ضيعتيها. انا اللي ضيعتها. انت اللي بوظتيها. اشوف لك يوم يا ضوية. انا مالي يا زكي. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يقوي ايمانك يا نجيبه. اللي انت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم. اهم حاجه بقى تثبتي على موقفك كده وتخليكي جدعه. انت نموذج الفتاه المسلمه الصحيحه. قريتي الكتب اللي اديتها لك؟ حفظتهم صم. جايبهم لي ليه؟ اديهم لحد تاني ينتفع بيهم، تكسبي ثوابه هو كمان. مالك يا نجيبه؟ انا حاسه اني بغضب ربنا يا استاذ عامر. المواد اللي بيدرسوها لنا في الكليه حاسه انها هتحاسب عليها في يوم القيامه. أنا هسيب الكلية. لا يا نجيبة، اوعي تعملي تصرف فردي. لازم تتشاوري مع زملائك عشان لو خدتوا قرار زي ده تاخدوه كلكم وفقتوا واحد. إن عياد الله مع الجماعة. طيب فكرتي بعد ما تسيب الكلية هتعملي إيه؟ مش عارفة. تتزوجي وتنجبي أولاد صالحين، تربيهم تربية إسلامية صحيحة. ساعتها هيكون لك عظيم الثواب. أنا عملت قناة فضائية دينية شبابية وعايزك معايا. أنا تحت أمرك يا أستاذ عامر، بس أعمل إيه؟ هتشتغلي معانا داعية هتكسبي ثواب الدنيا والآخرة. داعية؟ بعدين أنت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة. مش بتدرسي الأطفال؟ أيوه. طيب إحنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائية والإعلانية. دول يفرحوا قوي. أنا فرحتي النهاردة ما تتقدرش بوجودي معاكم يا أولاد. أنتم يا أولاد أحباب الله، يعني ربنا بيحبكم. اسمك ايه؟ عبد الله. وفي سنه كام يا عبد الله؟ في سنه 6. ما شاء الله هايل. وانت يا حبيبتي اسمك ايه؟ اسمي ييم. ييم. ريم. ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا ريم. شوف يا ولاد، في بعض الاطفال اللي هم مش قاعدين معانا دلوقتي ما بيرضوش يشربوا اللبن الحليب، ودول طبعا ربنا هيزعل منهم عشان دي نعمه ربنا. مظبوط؟ مظبوط. الله يفتح عليكم. عشان كده كلنا عايزين نشرب اللبن الحليب عشان نكبر ونبقى جداد كده وجامدين. صح؟ صح. حليب الخير، حليب الخير ده انا عايز كل واحد منكم يشرب منه كوبايه الصبح زي ما احنا هنعمل دلوقتي. يلا يا حبايبي. ستوب يا جماعه، نشرب مع بعض، نرفع مع بعض. حليب الخير، حليب الخير، حليب الخير. ستوب. ايه دخل ورا من العيد؟ قلنا نرفع الكوبايات ونشرب مع بعض. وبعدين بقى؟ وبعدين انتوا تفهموش؟ قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده. سهله. الله. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ، عندي هوا كمان ساعتين. يا رب نخلص. يا استاذ اسفين، نركز يا اولاد، نعمله اخر مره. عظيم. اتفضل. اند اكشن. حليب الخير. اهلا بيكم ولقائنا اليوم من برنامج قره العيون ومفرح القلب المحزون. مين معانا ان شاء الله؟ منار. منار. الله، اسم جميل قوي. انار الله طريقك باذن الله. معاك الاخت نجيب. الو. الو. اي يا منار، انا معاكي سامعاكي يا حبيبتي. ايه مشكلتك؟ بس وطي بس التلفزيون شويه. حاضر كده كويس. ايوه ايه المشكله؟ انا يعني يا اختي نجيبه بحلم بحاجات بتزعلني قوي من نفسي. يعني الاخ تامر حسني ده بيجي لي كتير قوي في الحلم. يعني استغفر الله العظيم، حتى في الاحلام مش عاتق. انصحك يا اخت منار ان توجهي قلبك وعقلك لما يرضي الله، وبدل ما تفكري في الاخ تامر فكري في مستشفى 57357 والله اعلم. ولا اي حاجه هدى. الله يفتح عليك يا نجيب. الله يخليك. اه معانا اتصال تاني. انا شهيره. ايه يا شهيره؟ ايوه. اه ايه يا حبيبتي سامعاكي. وطي التلفزيون شويه. اه اوكي. اصلي قابلته. ايه قابلتي مين؟ قابلت عماد. عماد مين؟ عماد متعب.
عماد متعب. قابلتيه فين؟ قابلته في النادي ورا الملعب. وايه بقى المشكله؟ مش قادره احكي لكم اللي حصل. لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاصل. معانا بعد الفاصل. خليكي يا حبيبتي، خليكي معايا على التليفون. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا نجيبه. حاجه تفرح. الاعلانات منال على البرنامج زي المطر، دليل على حب الناس ليكي. نعمه وفضل من الله. البركه فيك يا استاذ عامر. البركه فيك انت يا وش السعد. شيلي يا ابني شيلي. اللهم ادمها صحة واحفظها من الزوال، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. اديك ورقة يا ابني. مظبوط يا فندم. حطيت جوز الطين؟ حطينا يا فندم. الله يفتح عليك يا ابني. كمان واحد مخاص يا ابني الله يخليك. أمورنا حضرتك. أنت بتاكليش ليه؟ الحمد لله يا أستاذ عامر. شوفي بقى يا نجيب، أنا جايبك النهاردة عشان أعرض عليكي أمر. إذا حاز القبول عندك أنا هصلي ركعتين شكر لله تعالى. أمر إيه يا أستاذ عامر؟ بقى أنا استخرت ربنا. متقدم لك للجواز على سنة الله ورسوله. قلت إيه؟ بس إيه؟ بس أنت متجوز اتنين يا أستاذ عامر. وماله؟ شرع الله يبيح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع. وانا ما استخدمتش من الرخصه دي غير مثنى فقط. خليها بعد الامتحانات يا استاذ عامر. ليه؟ خير البر عاجله. معلش يعني بعد الامتحان هكون اطمنت اكتر. يعني اعتبر دي موافقه مبدئيه. ربنا يعمل في الخير. بنى المصري القديم الاهرامات لاعتقاده في فكرة البعث إلى حياة جديدة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. والعودة إلى الحياة مرة أخرى. استغفر الله العظيم. أما فكرة بناء المعابد القديمة فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله العظيم. كذلك كانت فكرة المشلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة ومنها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا نشا؟ معلش يا دكتور أنا عايزة أسيب المحاضرة. ليه؟ مش هقدر أسمع كلام الكفر والإلحاد ده. ولما أنت بتسمعي مني كلام كفر وإلحاد دخلت ليه من الأول كلية الآثار؟ دخلت الجامعة ليه من أساسه؟ اتفضلي وما تحضري ليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنت بتقولي إيه يا بنت؟ هو يقول كلمة الحق يترد؟ إيه؟ طب إحنا بقى مش هنسكت وكمان هنعمل اعتصام هنا. وأنتوا الاتنين كمان مش عايزكم تاني. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. دمروا رموز الفساد. هدول الحرم فين الأب؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه النور ده؟ التوحيد والنور عندنا. نجيبه انت بتجيلي في الاحلام يا نجيبه؟ انت مفيش في حياتك غير الاسم ده اللي شغال عليه ولا ايه يا نجيبه؟ استغفر الله العظيم. عارفه لو عملت فيها رابعه العدويه ذات نفسها هحبسك يا نجيبه. يا فرغالي خد البت دي على الحبس. افسحوا الطريق يا اخوات، افسحوا الطريق يا اخوات لو سمحتوا. تفضلي يا اختاه. تفضلي يا اختي نجيبه. نجيبه ازيك يا ابله نجيبه؟ جابوكي تاني ليه يا ابله نجيبه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لو سمحتي يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله علي لسانك ما خاطب لساني. مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابسهولنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كاس
في الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكره هنتقلي؟ ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنه؟ يا اللي مش عاجبه شغلتي يحوش لي اجرتي. هي مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوف انت وهي وعزه جلاله الله، لو ما قمتوا بعيد عني لاكون مسحه بيكوا بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه؟ معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. نجيبه متولي الخولي، هي فين؟ ما بتردش ليه؟ الشبكه واقعه؟ لا حضره الصول، اصل صوتي المراه عوره. انت اللي عوره. سكنتك امك. ايه سكنتك امك؟ ما تسكلني امي براحتها، هي مش امي. استاذ عامر، ايه تعليق حضرتك على حصل النهارده في كليه الاثار؟ طبعا مسؤولين كلموني وكانوا فاكرين لها ليه علاقه بالموضوع ده. لا مش حقيقي طبعا، انا مش مع اللي الاولاد عملوه في الجامعه ده نهائي. يعني التماثيل اللي كسروها ديت مجرد نماذج تعليميه، مش معقول يعني هنبص لها زي ما كنا بنبص للتماثيل ايام الجاهليه، مش اصنام يعني. لا طبعا دي صوره مرفوضه وهتظهرنا قدام الغرب يعني ان احنا غير متحضرين، وده مش حقيقي. إسلامنا دين سماحة وتعايش مع كل طوائف وفئات المجتمع. بالنسبة بقى لنجيبة متولي الخولي، أنا فصلتها من القناة ولغيت البرنامج بتاعها. إن سياسة القناة بتاعتنا هي سياسة الحوار وليست سياسة العنف، والله أعلم. بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ عامر. أنا اللي بشكرك. على فكرة أنت عندك حضور وكاريزما، ليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة. ميرسي جدا. يا سعيد، انا مش عايز البنت دي ما تخش المحطه. اتفضلي اطلعي بره بره بره. تستغربيش يا بنت، ده انا ابوك يا نجيبة، ابوك وحاسس بيك. ده انت حتة مني يا ضنايا، ما تعيطيش، انت ما غلطتيش، انا اللي غلطت في حقك. الذنب ذنبي انا، كان كل همي انك تفضلي الاولى، خليتك حافظة مش فاهمة، ونسيت اوعيك ان الدنيا زي ما فيها كويس فيها الوحش. عشان تقدري تميزي بين الصح والغلط لازم تفهمي وتشغلي مخك ويبقى ليكي رأيك وشخصيتك وتقدري تعتمدي على نفسك. أنا عارف إنك في محنة، بس أنا المرة دي هسيبك تتصرفي، وكتاب الله ما هقولك على أي حاجة تعمليها. وأنا واثق يا نجيبة، واثق إن أنت هتختاري صح وتعوضي كل اللي فاتك. يا بركة، مش صغيرة عليك دي يا جدي؟ دي بنتي يا حمار، دي جت فيا أنا. قرار مجلس جامعة القاهرة رقم 314 بتاريخ 26/2/2010 بموافقة مجلس التأديب بخصوص واقعة الاعتداء على متحف الكلية، تقرر فصل كل من الطالبة نجيبة متولي الخولي، الطالبة ألفة زكريا الشيوي، الطالبة نصرة محي الدين غالب، الطالب أحمد عمران السيد، الطالبة شيماء حسين كامل، وذلك لمدة عامان ينفذ من تاريخه. Thank you.
أبله. هنرجع اللي حفظناه تاني. أبله أنا حافظ الكتاب صم. لا مش عايزاكوا تصوموا ولا تحفظوا ولا تبقوا زي البغبغانات تدشوا كلام مش فاهمينه. أبله احنا هنعمل أبله نجيب نشوف نحس نفهم انسوا كل اللي فات وهنبتدي من الاول. تعالوا معايا. على فين يا ابله؟ هنطلع رحله مع بعض. والامتحان؟ امتحان مين؟ يلا بينا. في فصل كامل الاولاد اللي فيه ما روحوش بيوتهم لحد دلوقتي واولياء الامور جايين يبلغوا. ما روحوش ازاي؟ ده عندهم امتحان بكره. احنا بنحملكم المسؤوليه لو العيال دول ما جوش دلوقتي عالم. يا فندم مسؤوليه المدرسه بتنتهي مع اليوم الدراسي. مش معقول ابدا يعني هنمشي ورا كل تلميذ نشوفه روح بيته ولا لا. لا يا ابله صباح دي مسؤوليتك. يا هاني مهدي من فضلك سيبونا نشوف شغلنا. اسمعك بوضوح ابدا الاشاره. لقيتهم؟ لقيتهم فين؟ على طريق مصر اسكندريه راكبين اتوبيس وبيغنوا. شخبط شخابيط اهم بيشخبطوا على الاتوبيسات وكويسين. طب يلا بسرعه على الاسم عشان اولياء الامور يستلموهم من هنا. كنتوا فين يا اولاد؟ كنا مع ابله نجيبه. نجيبه مين؟ انا 101%. يا نهارك اسود انت تاني يا نجيبه. انت يا بت طالعه بكم منظر بالظبط؟ لو بس كان يوم اسود يوم ما تعينتي كده برضو يا نجيبه. يخلصك ان انا اتجرجر عن اسم تنصاص الايادي مع المجرمين. ده انت ليلتك صاده يا فتح بيه. انا هرفع قضيه على الوزاره. ازاي تعينوا بنت مستهتره زي دي مدرسه للاولاد؟ دي مقابلة تقابلوني بيها؟ من بكرة هتتحول لتحقيق وهيتخذ ضدها كل الإجراءات القانونية. يا فندم دي لو خرجت من الاسم أصلا دي متهمة بخطف 40 طفل وطفلة ليلة امتحاناتهم. أنا ولا خايفة منك ولا منه ولا منكم كلكم عشان انتوا اللي وديتونا في داهية. يلا يلا اتحركوا انجروا قدامي. ايه ده؟ نجيبة اهلا بصدقة الزنزانة. ازيك يا ابله نجيبة؟ ازيك يا فوفة؟ ازيك يا سموحة؟ انتوا عاملين عدوها في الاسم ولا ايه؟ ايه ده يا ماس هما جابوكي هنا تاني؟ لا المرة دي انا اللي جاية برجليا. شفتي؟ اللي يجرب قعدة البرش يرجع له بسرعة
تعرفش منك فين. اتفضلوا خدوا ولادكم وروحوا. وانت يا استاذه نجيبه مضطرين نخليكي معانا هنا في القسم لحد ما نعمل لك محضر يليق بمغامراتك العجيبه يا نجيبه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. وكمان مش همك. انا ما بقاش يهمني ولا حاجه. انا ما يهمنيش الا دول، لان دول اللي خلوني الاقي نفسي، ومش هبقى ملطشه لاي حد بعد كده. جاهزين يا اولاد للامتحان بتاع بكره؟ جاهزين يا ابا. وانا بقى جاهزه لكل القواضي اللي انتوا عايزين ترفعوها عليا. ماشي. مجنونه. مبروك يا جادة. مبروك. الطالب حسن محمود العربي. مبروك يا حسن. مبروك يا حسن. الطالبة ريم محمد عبد التواب. برافو يا ريم. مبروك. ولا يمكن أن ننسى في احتفالنا هذا أن نشيد بالإنسانة التي بذلت مجهوداً جباراً لكي تصل بأولادنا إلى هذا المستوى الرفيع. عشان كده تستحق أن تكون وعن جدارة المعلمة المثالية لهذا العام، الأستاذة نجيبة متولي الخولي. متشكرين قوي يا نجيبة. بيضت وشي قدام الوزارة كلها. مالي الوزير اتكلم مع رئيس الجامعة عشان ترجعي ووافق، يعني من النهاردة تقدري ترجعي كليتك. أرجع كلية؟ يس. إيه؟ قصدي أنا متشكرة جدا جدا جدا. أحمدك وأشكرك يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب. نجيبة. نجيبة. الكاس. لسه في اعدادي وثانوي، ده انتوا لسه قدامكم الطريق طويل. يس. صباح الخير. احب اعرفكم بنفسي، انا الدكتور عبد الرحمن عزيز اللي هدرس لكم التاريخ السياسي والحضاري لمصر الفرعونية. في الفصل الأول من الكتاب هنتكلم عن مصر، البيئة والحضارة. تنقسم مصر جغرافياً إلى ما يعرف باسم مصر العليا اللي هو صعيد مصر، ومصر السفلى اللي هي دلتا مصر. حلاوة مصر، مساحة مصر حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. هجري في سكة صح وانا ودماغي هقف.
شاء الله ان شاء الله قولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.